السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير جميعا. Hello everyone, good morning. Thank you for having you today for the final session of FIFA World Cup Qatar 2021 Marathon. شكرا لكم جميعا على تلبيتكم الدعوة لحضور الجلسة النهائية لماراثون قطر لكأس العالم FIFA 2022. معنا اليوم إن شاء الله الدكتور سركيس فدعوس، رئيس الاتحاد العربي للمساحة ونقيب المهندسين الطبوغرافيين المجازين في لبنان، وعميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الكندية وخبير دولي لدى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. دكتور سركيس فدعوس، إذا كان في الحضور في الاستماع أكد لي بس، هنجرب الصوت معك. سيادة النقيب، أوكي، سوري، المعذرة فريق الزملاء في بيروت، نعتذر لأن الإعدادات في الزوم لازم نعطيكم برميشن عشان تقدروا تفتحوا الصوت. آسف جدا، نحن نعدل الإعدادات الآن. حنخلي السيدة نورما دندش والسيد سركيس فدعوس از كو هوست عشان تقدروا تفتحوا الصوت. لحظة، شو المشكلة؟ حاول جرب الآن، ترى بروفيسور سركيس. صباح الخير، صباح النور. يعني صرنا اليوم اللي نشوفكم صوت وصورة. يا سيدي أهلا وسهلا بك، مرحبتين. أهلا فيك. فينا نبشر نحن بحديثنا، وبعد بدك تحكي شيء قبل يا أستاذ الدكتور عبد الرحمن؟ لو بعد إذن حضرتك دقيقة واحدة فقط عشان نرتب مع باقي الزملاء اللي عندهم أوكي مشاركات عشان نتأكد منهم. So welcome everyone. Thank you for joining us today for FIFA World Cup 2021 Marathon organized by OpenStreetMap Arabia in cooperation with OpenStreetMap Africa, TomTom, Smart City Institute, and many other domain leaders in field of spatial and location intelligence. So Jeffrey, can you test your, so I just like to make you as a co-host, please accept that. Yes, good morning everyone. Thanks for joining the Mapathon. Hope you can hear me well. Yeah, good. بروفيسور سركيس، الدكتور محمد المري، هل تواصلت معه ولا؟ ايه تواصلت معه، قلت له هلا فورا يمكن عم بيح حيدخل معنا. تمام، وحياتك، لما اول ما يدخل اعطينا خبر عشان نخلوه كو هوست باش يقدر يتكلم. So, أخي عمر سليم، نتوكل على الله نبدأ إن شاء الله البرنامج. تمام يا دكتور، مع حضرتك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتوكل على الله. اليوم نبدو في الجلسة النهائية الختامية لماراثون قطر فيفا 2022 لكأس العالم. هذا الماراثون طبعا هو عمل فني تقني هندسي مرتبط بحدث عالمي وهو كأس العالم، ويأتي في سياق العمل الجيوتطوعي شبيه جدا بفكرة أطباء بلا حدود، ولكن احنا كنا نشتغل وكنا مهندسين بلا حدود، نشتغل بطريقه سمارت، طريقه ذكيه عن بعد، عشان ننجز جزء من بنيه التحتيه الرقميه واللي تدعم خريطه اساس اللي تستعملها الكثير من التطبيقات في النقل والمواصلات واداره المدن وخدمات التوصيل وغيرها من الخدمات المكانيه اللي تعتمد على التحليل الزماني والمكاني، واللي تدعم تطبيقات الويب والويب سيرفيسز للوكيشن انتليجنس. الان حيكون اليوم معنا مجموعه المبادرين اللي قاموا بتنفيذ هذا المشروع، واللي كان برعايه الاتحاد العربي للمساحه منذ سنتين، واحنا وصلنا كان تتويج او ثمار او قطاف ثمار هذه المبادره اللي بدناها من سنتين، كانت هي ماراثون قطر. ولكن العمل بدأ من سنتين فاتت في تأسيس أوبن ستريت ماب أريبيا، واللي تبناها كمشروع أو كأحد مشاريع الاتحاد العربي للمساحة. وهذا شرفنا اليوم يكون معنا سيادة النقيب دكتور سركيس فدعوس رئيس الاتحاد العربي للمساحة، ونقيب المهندسين الطبوغرافيين المجازين في لبنان، وهو عميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الكندية، وخبير دولي في لدى جامعة الدول العربية ضمن برنامج الأمم المتحدة لطالب متكامل إدارة البيانات المكانية. Thank you دكتور سركيس فدعوس. And تقدر الآن تبدأ حضرتك على بركة الله افتتاح هذا البرنامج إن شاء الله. The stairs yours. دكتور سركيس، دكتور سركيس يبدو أنه عنده مشكلة في الصوت. نورما، مهندسة نورما، مش فايت الصوت ابدا. اوكي، الان ما سمعناش شيء، يعني لو تكرم تتعاود من البدايه. يلا اوكي، هعيد الكلام. عم نرجع لكم صباح الخير للجميع، صباح الخير بحييكم فردا لكل الزملاء يلي هن موجودين معنا اليوم، ونحن هيدا مشكورين لاهتمامهم باي عمل مهني ممكن انه نتعاون عليه فيما بعد الزملاء والأخصائيين، كان في من خلال الاتحاد العربي وباقي الدول المشاركة معنا. امتلاء من هون بريد أني أقدم يعني تهنئة للدكتور عبد الرحمن على النشاط اللي هو عم بيقوم فيه. بصراحة يعني أنا ماني من الناس اللي بيجاملوا، بس يعني ترحيبي وتهنئتي لك يا دكتور عبد الرحمن على كل الأعمال اللي عم بتقوم فيها. وللسبب هذا ترحت لأنه الاتحاد يكون مظلة لك ولكل شخص من الأخوة العرب بيقوموا بأي نشاط علمي ومهني، وهذا شيء بيشرفنا يعني. من هون بتمنى أن من كل الزملاء بالدول العربية تحلى حظوة يعني للعمل اللي حضرتك عم تقوم فيه، ومنهنيهم في حال أنه كان عندهم أي نشاط والاتحاد هو بتصرفه. هيدا بس مقدمتي الأولى، بس إنما رايت بتسمحوا لي دي عندي يعني لحظة حط شوية من الأهداف السريعة يلي معروف يلي نشاطنا بالاتحاد مع الاخوه. نحن يا زملائنا الكرام، بس بحب اني اقول لما انشانا الاتحاد العربي سبق قبل مره نحن
تكلمنا قلنا هدف واحد، جمع كلمة الأخصائيين وتوحيد كلمتهم والاستعانة ببعضنا البعض لحتى نساعد بعضنا ولنكون كلنا موحدين بالمحافل الدولية، لأنه ما بيقصد لا الكفاءة ولا العلم لحتى نقدر نكمل الرسالة العلمية والمهنية اتجاه أي جهة بتريد أن تتعاون معنا. ونحن موجودين، وهذا اليوم اللي عم بيقوم فيه دكتور عبد الرحمن على المشروع اللي بقطر، بصراحة هذا بالمناسبة منهني حالنا ومنشوف حالنا بالتنظيم اللي كان موجود بقطر وللعمل اللي كانت عم بتقوم فيه قطر اليوم. هالدولة اللي يمكن العالم كله كان في لفت أنظار أنه الدولة العربية بعدد سكانها يلي هو موجود بعتقد أنه شغلت العالم، وكل الأنظار الناس عم بتقول أنه ممكن يكون فيها التنظيم من هالدولة العربية يلي قدرت يعني فرجينا العالم هذا بتنظيمنا بشغلنا. بعتقد أنه هذا شرف لنا وشرف للعرب أنه اليوم دولة قطر عم بتقدم هذا التنظيم اتجاه أكبر دولة موجودة بالعالم. مهما عانت قطر، هي بالنهاية دولة عربية وشقيقة. يمكن أكيد عانت من بعض السياسيين وبعض الدول أنه ما كانوا كتير مرتاحين للأجواء اللي هي كانت عم بتقوم فيها قطر. نحن كنا عم نراقب ونشوف. لسبب هذا بطلب أنا أن يكون في عمل موحد من قبل الدول العربية، ونحن كلمة الاتحاد، نحن اتحاد، في الاتحاد قوة، في الاتحاد قوة، ونحن هذا عمل المفروض أنه نقف كلنا جانب قطر بهالعمل يلي هي قامت فيه، يلي عم بتشرف قطر وبتشرف الأمة العربية بجمعة. ومشكورة قطر على العمل عم بتقوم فيه. ونحن هذا اليوم الموضوع الأساسي خلال 50 يوم صار في عمل جبار لموضوع الشنيشة المكانية يلي موجودة عندنا بقطر، حيشرح عنها هلا دكتور عبد الرحمن بالتفصيل. بس أنا رح أريد أنا باختصار لكم الهدف، اللي ما رح طول عليكم كتير لأنه وهلا بعتقد أنه كنت قايل دكتور عبد الرحمن دكتور جمال معنا، ما شفته أنه يمكن دخل بعض. يهدف الاتحاد العربي للمساحة إلى المساهمة في تطوير وتنظيم المجتمع المهني العامل في مجال الجيوماكس والذكاء المكاني من خلال بناء القدرات والكفاءات المهنية وبناء جسور التعاون وتبادل الخبرات بين المهندسين الطبوغرافيين العرب تماشيا مع عصر التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة. يولي الاتحاد العربي للمساحة أهمية كبرى لمواكبة كافة التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة في هذا المجال. يتطلب هذا التحول الرقمي تطبيق أعلى المعايير الفنية والمهنية، وكذلك تطوير سياسات إدارة البيانات المكانية من خلال إطار متكامل للإيفاء بالغرض والإنتاج والتصنيف ومن ثم مشاركة البيانات، مع التركيز على ضمان الجودة من خلال المعايير والمواصفات القياسية التشغيل البيئي والإتاحة وإعادة الاستخدام. باختصار هذا الموضوع الرئيسي اللي نحن نفسح المجال للأخوة ودكتور عبد الرحمن لأنه حيبين لنا أهمية الموضوع اللي صار بقطر، لأنه فعلا شيء بيرفع الرأس. أنا بنشكركم وأنا متحملتونا، وبتمنى أنه من كل الزملاء هالاتحاد موجود لخدمتكم، موجود لضمانتكم، وموجود مقره ببيروت. بتمنى أي واحد منكم نحن المقر عنا ببيروت وتشرفونا بأي وقت اللي كان، يا أهلا وسهلا فيكم جميعا.
وشكرا لكم اللي تحملتونا ولو 5 دقائق. يعني يعطيك الف عافيه وشكرا لكم. شكرا سيادة النقيب، بصراحة يعني هذا شرف كبير، نحظو باهتمامك وبرعايتك المباشرة، وطيلة السنتين الماضيتين لم تدخر أي جهد من خلال مظلة الاتحاد لدعم جميع المهنيين في جميع الدول العربية، والشيء اللي أعطانا دفعة وأعطانا ثقة في العمل اللي أنجزناه ونفذناه كان السر الكبير فيه هو تبنيكم لمبادرة خريطة الشارع المفتوح العربية خلال مؤتمر حالة الخريطة والمدن الذكية في 2022 في سنة 20 في ديسمبر، يعني يعني الآن قبل سنتين بالضبط. منها اكتسبنا دفعة معنوية واكتسبنا زخم ومومنتم كبير، خلانا أعطانا حافز كبير نشتغل ونحسه بنحن تحت مظلة رسمية وتحت جهة تابعة لاتحاد مهني يشتغل بطريقة احترافية من أجل توطين تقنيات الذكاء المكاني في جميع الدول العربية وتوحيد جهود المهنيين في جميع الدول العربية. شكرا سيادة النقيب على هذا الدعم المتواصل، وإذا كان تسمحوا لي بس أنا حنشير أو نوضح الرابط ما بين الاتحاد العربي للمساحة والجمعية العربية لخريطة الشارع المفتوحة وكأس العالم. شو ما هو الرابط بين هذه الأشياء كلها؟ فزي ما نعرفوا ان زي ما تفضل سيادة النقيب ان في عصر التحول الرقمي وولادة التكنولوجيا الحديثة اللي اصبحت الايمرجنت تكنولوجيز، يعني من بلوك تشين لكلاود كومبيوتينج، اصبح انك لازم تستعمل الاساليب الايمرجنت تكنولوجيز هذه عشان تنجز الاعمال بطريقة ذكية. فبالتالي مجال هذا شهد ولادة أنماط عمل جديدة لرسم وإنتاج خرائط الأساس الرقمية التفاعلية والذكية من خلال مفهوم حديث ومقنن يسمى بالعمل الجيوتطوعي. فزي ما نعرفوا في سنة 2004 مؤسسة خريطة الشارع المفتوحة أطلقت منصتها وفق ترخيص للبيانات المكانية المفتوحة. هذا الترخيص يسمح للمهنيين من طبوغرافيين ومساحين وجغرافيين بالمشاركة في بناء خرائط أساس رقمية عن بعد، يعني من جميع أنحاء العالم يقدر أي واحد يدخل ويدير يعمل contribution للعالم بأكمله وفق مبدأ العمل اللي هو قلنا العمل الجيوتطوعي لتوفير مصدر مستدام للبيانات المكانية. في ديسمبر زي ما قلنا 2020 كان عندنا مؤتمر اسمه مؤتمر حالة الخريطة والمدن الذكية، كان الاتحاد العربي للمساحة أحد منظمين هذا المؤتمر في جامعة نجم الساطع في ليبيا، وأثناء هذا المؤتمر أحد نتائجه تم الإعلان رسميا من قبل رئيس الاتحاد على تبني مبادرة أو فكرة تأسيس خريطة الشارع المفتوحة العربية. بناء على هذا القرار تم وضع خارطة الطريق لتنفيذ هذه الهدف أو هذا الهدف، وركز سيادة النقيب على أنه لازم يكون فيه توعية على المستوى القاعدة، يعني على مستوى المهنيين في جميع الدول على الأرض، أنه نبدو في سلسلة ورش عمل ينفذها مشروع فريق خريطة الشارع المفتوحة تحت رعاية ومحددات مهنية تبع الاتحاد لتحقيق هدف اللي هو أن يكونوا نوصلوا فعلا تتضافر الجهود وتتوحد من أجل تحسين وبناء كفاءات وبناء مجتمع مهني للطبوغرافيين والمهندسين والمساحين والجغرافيين في الوطن العربي. ففي الفترة هذه نفذ الاتحاد على مدى سنتين سلسلة من ورش العمل تحت عنوان الذكاء المكاني ودوره في التدفق المعرفي من أجل التكامل المؤسسي. يعني إحنا عندنا أزمة في الوطن العربي وفي حتى في دول تانية غير الوطن العربي أن جهات تمتلك البيانات ولا تقوم بمشاركتها مع جهات أخرى، وهذا مترتب على قيمة البيانات، يعني كل واحد يدعي أن هذه البيانات كلفاته قيمة مادية فبالتالي هي استثمار خاص ليه لا يسمح بمشاركتها مع أطراف أخرى، أو بدافع الأمني اللي هو سياسات تصنيف البيانات يقول لك هذه بيانات حساسة، هذه بيانات غير قابلة للمشاركة، هذه بيانات يعني سرية وما إلى ذلك.
فبالتالي يا سواء الدافع المادي الاستثماري أو الدافع الأمني، هذا شكل حاجز وعائق كبير أمام تطوير العديد من التطبيقات التي تعتمد على البيانات المكانية التي تستهلكها منصات الويب، والتي تعتبر الآن هي المحرك الأساسي للتطبيقات الرقمية التي تحتاج إلى الدعم الإلكتروني عن طريق خدمات الويب. يعني خريطة فقيرة أو تفتقر لطبقات كثيرة من البيانات المكانية لا يمكن أن تؤدي دورها في الفانكشناليتي المطلوبة منها، إذا كان هي أصلا في الأساس خريطة فارغة ولا تحتوي على بيانات مكانية، ولن يأتي أحد بتكملة هذه البيانات بسبب العوائق والحواجز والموانع اللي تكلمنا عليها، سواء كانت استثمارات مالية أو كانت اعتبارات لسياسات المحلية للدول في تنظيم البيانات المكانية وقوانين تصنيف سياسات تصنيف البيانات المكانية من ناحية الإتاحة والوصول وإعادة الاستخدام وغيرها. فبالتالي أطلق الاتحاد خلال سنتين الماضيتين سلسلة من ورش العمل قمنا كفريق بتنفيذها، قدمنا من خلالها التوعية اللازمة حول مفهوم وأهمية المشاركة المهنية من خلال العمل التطوعي لكسر حاجز احتكار البيانات المكانية وتطوير منظومة الإطار المتكامل للبيانات المكانية وفق أحدث وأعلى المعايير في ضبط الجودة واحترام خصوصية الدول، كل دولة على حدة احترمنا خصوصيتها وسياساتها المتبعة داخليا فيما يتعلق بأمن وسلامة وجودة البيانات في تلك الدولة العربية كل على حدة. فبالتالي أصبحنا عندنا القدرة أن احنا نبرز كممثلين لخريطة الشارع المفتوح العربية، وما زي ما قلنا مع الالتزامات اللي اخذناها على عاتقنا بالأمن والجودة، مما رشحنا للحصول على اعتماد وإجازة من المؤسسة العالمية لخريطة الشارع المفتوحة كمديرين أو كآدمن لخريطة الوطن العربي بالكامل، وهذا طبعا بتوفيق الله ثم بجهود المساهمين من جميع الدول العربية اللي ساهموا معنا في أثبتوا أنهم هم يشتغلوا وفق يعني الجودة المطلوبة. كذلك تم تنفيذ سلسلة من برامج التدريب ورفع الكفاءة وبشكل مستمر وبشكل مجاني. هذه البرامج ساهمت في بشكل مباشر في تقديم يد العون من خلال الاتحاد لجميع المساحين والتوبغرافيين الذين يرغبون في استثمار المجهودات في المصادر والبيانات، المصادر والبيانات المفتوحة، ان احنا دعمناهم. وبالتالي كان فيه توفير لجزئية التراخيص، لان انتم زي ما تعرفوا البرمجيات هذه هي برمجيات مكلفة اللي نستعملوا فيها في يعني في برامج الذكاء المكاني، ولكن المرادف أو الألترناتيف اللي توفر المصادر والبيانات المفتوحة خلانا نركز، وفرنا هذا الجانب أو رفعنا هذا الحمل المادي اللي يتمثل في التراخيص، واستثمرنا في بناء الكفاءات عن طريق استخدام منصات والبيانات المفتوحة. فبالتالي تم تنفيذ الكثير من البرامج والدورات خلال السنتين الماضية لرفع الكفاءة وبشكل مجاني لصالح المساهمين والطبوغرافيين العرب ودعمهم فنيا وتقنيا من خلال إشراكهم في تطبيقات العلمية لبناء خريطة الأساس الرقمية على منصة خريطة الشارع المفتوحة العربية، مما حقق نجاح كبير في بناء القدرات ورفع الكفاءة باستخدام المصادر والبيانات المفتوحة. تم اعتماد فريق خريطة الشارع المفتوحة التابع للاتحاد العربي للمساحة من قبل المؤسسة العالمية لخريطة الشارع المفتوحة مثل ما ذكرنا، ومنحه صلاحية إدارة مشاريع ومهام رسم الخرائط على هذه المنصة ولصالح جميع الدول العربية وبفضل الله. بعدها ساهم الاتحاد في العربي للمساحة خلال هذه الفترة في تنمية المجتمع المهني العربي المحلي، وقدم له الدعم والإرشاد الفني للدفع في نحو تأسيس جمعيات محلية للعمل الجيوتطوعي لتطوير خريطة الشارع المفتوحة في جميع الدول العربية. ويأتي تتويج كل هذه الجهود بأن شهدت قطر في العشرية الأخيرة تسارع كبير في حركة البناء والتشييد، والذي أدى إلى أحيانا وجود فارق ما بين المباني المنفذة أو المشاريع التي تم بنائها وإنشائها وتواجدها على الخريطة. يعني الحركة الإنشاء والبناء أسرع من حركة الرسم وتحديث الخرائط. بالتالي كانت في حاجة ماسة لتحديث خرائط الرقمية وإدراج المشاريع والبنية التحتية على الخريطة، والتي تعتبر أساس لبناء تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والبيانات المكانية الداعمة لخدمات الويب والتطبيقات المبنية عليها،
والتي أصبحت جزء من البنية التحتية للبيانات المكانية لدولة قطر. ثم استعدادا للمونديال، أطلق الاتحاد العربي للمساحة في نهاية أكتوبر من هذا العام حملة لتحديث خريطة الأساس الرقمية للدوحة على منصة خريطة الشارع المفتوحة العربية. وبفضل الله تم إنجاز خلال هذه الفترة، تم إدراج أكثر من 60,000 مبنى في زمن قياسي وهو فقط 50 يوم، يعني بمعدل أكثر من 1,000 مبنى يوميا يتم رقمنته ببياناته التامة، استخدام المبنى وعدد الطوابق والشكل الهندسي له والتصوير الأرضي على مستوى الطريق ودمج مرئيات الفضائية واستخلاص واستقراء البيانات اللازمة لإعطاء أكبر قدر ممكن من البيانات المتصلة بهذا الجسم وتكوين طبقة الأساس لمجسم ثلاثي الأبعاد للمدينة بالكامل، وبمشاركة متطوعين وطبوغرافيين ومساحين من جميع أنحاء العالم للمساهمة في إنجاح هذا الحدث من خلال تطوير خريطة الأساس الرقمية، والتي مثل ما ذكرنا تعتمد عليها الكثير من البرمجيات والتطبيقات التي تحتاج إلى الدعم الإلكتروني في خدمات الموقع على الويب. أنجز هذا العمل بصراحة بواسطة خريطة الشارع المفتوح العربية تحت إشراف الاتحاد العربي للمساحة وبدعم فني وتقني من معهد دراسات المدن الذكية بفرنسا، كذلك بمساندة فنية كبيرة جدا من شركة تومتوم الألمانية، وكذلك تم اتباع أعلى معايير ضبط الجودة في رسم ومراجعة ومكونات وطبقات الخريطة الرقمية على منصة خريطة الشارع المفتوحة ومنصة فريق العمل الإنساني لإدارة مهام المشاريع اللي هو Humanitarian OpenStreetMap Team. كما كان لخريطة الشارع المفتوحة أفريقيا دور مهم جدا في وكبير في إنجاح سلسلة ورش العمل المصاحبة لمشروع ماراثون كأس العالم قطر 22. وضع هذا المشروع طبقة الأساس لبناء المجسم ثلاثي الأبعاد من المستوى التفصيلي الأول للدوحة، وهو قابل للتطوير بإضافة مستويات تفصيلية حتى الوصول إلى إنتاج التوأم الرقمي للمدينة أو التوأم الرقمي الحضري للمدينة، والذي يعتبر من أهم الأدوات لتوطين مفهوم المدن الذكية والنمذجة الرقمية لمعلومات المدن. عند هذه المرحلة وصلنا إلى إعطاء فكرة شاملة حول علاقة الاتحاد ودوره في دعم خريطة الشارع المفتوحة العربية، وقلنا شنو علاقتها بالحدث اللي صار في قطر، إن قطر صار فيها حركة بناء وتشييد سريعة جدا، مما كان في حاجة لإطلاق نداء للتطوع المهني والفني والهندسي لرسم هذه المباني التي تم أو المشاريع التي تم بنائها في تلك العشر سنوات الماضية، والتي لم تكن قد أدرجت على الخريطة إلا على يد الاتحاد العربي وخريطة الشارع المفتوح. وهذا يعتبر مشاركة ودعم لهذا الحدث التي نجحت فيه قطر بجميع المقاييس، ولا نستطيع أن نقول عليه إنه هو إلا كان مش حدث ناجح، هو كان حدث ذكي، يعني smart event بما تعنيه الكلمة. يعني كل تهانينا القلبية والأخوية لإخواننا وزملائنا في دولة قطر على هذا النجاح الكبير، ونتمنى لهم التوفيق والسداد، ونحن مستعدين دائما وأبدا للاستمرار في العمل على تطوير نموذج ثلاثي الأبعاد بكامل مستوياته التفصيلية للدوحة في الفترة القادمة إن شاء الله. العمل مستمر.